بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الأيام من كل عام نحتفل بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، العاشر من رمضان عام 1393، الذي استجمع الشعب قوته وأعد عدته واستعاد وحدته مع الشعوب الإسلامية والعربية فيه. كان الجنود المصريون ومن معهم من العرب على موعد مع التاريخ، على موعد مع المجد، على موعد مع النصر. خاض جنود الجيش المصري العظيم غبار المعركة صائمين، وهم يرددون الله أكبر، وهم يستحضرون قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لم تكن حرب أرض وحدود، حرب العاشر من رمضان لم تكن حرب أرض وحدود، ولكنها كانت حرب عقيدة ووجود ضد العدو اليهودي الإسرائيلي الغادر، وهي مستمرة. انطلق الجنود وكأنهم كانوا يستحضرون قول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فكان عزمهم أقوى من الحديد، وأحر من الجمر، وأحد من السيف. هجموا على العدو هجمة الأسود، وانقضوا عليه انقضاض الصقور، فأفقدوه توازنه وألزموه حده، وعلموه درسا لن ينساه. لم تكن حرب أكتوبر حربا عادية، بل كانت حرب استرداد للكرامة، حرب استرداد الكرامة المسلوبة، وحرب استرداد الأرض المنهوبة. كانت حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر حرب إعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة الحقوق لأصحابها. حرب العاشر من رمضان كنز من الدروس المستفادة، ولكننا يمكن أن نذكر ونذكر ببعضها، ومنها أن الحق لا بد له من قوة تحميه، أن التفاوض من مركز قوة يجبر العدو على الالتزام، أن الجدية في العمل والتخطيط الجيد ووضوح الهدف ومحاربة مظاهر التخلف أسباب حقيقية للنجاح، أن يد الله مع الجماعة والاتحاد قوة، أن ما ضاع حق أو أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، أن الإيمان والعلم هما سبيل الوصول للمجد والرفعة. علينا جميعا أن نستلهم روح هذا النصر، وأن نستفيد من دروسه في حياتنا، وأن نذكر ذلك العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني اللعين أننا على لقاء مرتقب معهم يكون فيه النصر لنا وتحرير المسجد الأقصى الأسير من أيديهم. يقول الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأختم بقولي: سوف تبقى مصر حصنا ترفع الدهر اللواء، كيف لا، والنيل فيها من جنان في علاء، أقسم الله بطور بل تجلى إذ يشاء، خير خلق الله زاروا مصر كي تبقى النداء، شعبها شعب كريم شعب خير واصطفاء، في حضارات تربى فارتوى من كبرياء، واكتوى من نصر حرب علم الدنيا الدهاء، شيد الأهرام فيها سر أرض والفضاء. أيها الشعب المفدى انتبه، فالحق جاء، خذ بأسباب لترقى، واتجه نحو البناء. كان معكم الشاعر إيهاب محمد عزت من مكتبة يوسف إدريس بالبرون، مدينة فاقوس، محافظة الشرقية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.